أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ونور السلام. سأقدم لكم التقديم عن تأثير الأدب الإسلامي على الأشعار الملايوية التقليدية إندوي وأهميتها في الدعوة الإسلامية. وهذه من محتويات البحث. أولاً، سأتحدث عن مفهوم الأشعار الملايوية التقليدية وحفلة إندوي عند المجتمع الملايوي. ثانياً، أهداف تقديم أشعار الملايوية التقليدية إندوي وأهميتها في الدعوة الإسلامية لدى المجتمع الملايوي. وثالثاً، تأثير الأدب الإسلامي على الأشعار الملايوية التقليدية إندوي. وأخيراً، نتائج البحث والخاتمة. والآن، هيا ننظر إلى مفهوم الأشعار الملايوية التقليدية. الأشعار الملايوية التقليدية هي شكل من أشكال العملية الأدبية عند مجتمع الملايوي، وهذه الأشعار مشتملة على الإرشادات والتوصيات المليئة بالقيم الأخلاقية الفضيلة التي تتعلق بسنن الحياة المجتمع الملايوي المتوارثة. وهذه الأشعار تتصور علو اللغة الملايوية التي ينطقها المجتمع في العصر القديم بالخلفية الاجتماعية الملونة بالسلامة والانسجام والعدالة. وكذلك، ما هي وظائف الأشعار الملايوية التقليدية؟ أولا، أداة لتقديم النصائح والتعاليم بشكل غير رسمي تحتوي على كلمات فنية وناعمة. ثانيا، يسجل الأحداث التاريخية التي حدثت في الزمن الماضي بعرض أسماء الأماكن والشخصيات التاريخية، وكذلك إثبات وقوع الحدث التاريخي. وثالثا، وسيطة لنشر تعاليم الإسلام والموعظة الحسنة لدى المجتمع. ثم، ما هي حفلة إندوي عند المجتمع الملايوي؟ إندوي لغة تفيد معنى المهدي، وأما في الاصطلاح هي تقليد شفهي في شكل فعل يتم تنفيذه خاصة للترحيب أو الاحتفال بميلاد طفل جديد في أسرة ملايوية. وهذه من التفصيلات عن كيف تكون هذه الحفلة، حفلة إندوي برفع الطفل المهدي وما إلى ذلك. ما هي أشعار إندوي؟ أشعار إندوي إحدى الأدبيات الماليزية التي تسمع للأطفال منذ ولادتهم، وهذه أشعار من تسلية الأطفال والرضيع بسبب ترتيبها الجميل من حيث الكلمات السهلة والأسلوب الإيقاعي والنبرة الرخيصة. وفي أصله غنت هذه الأغاني الأم لطفلها، وما زالت تمارس في المجتمع الملايوي اليوم الذي تغنيه مجموعة خاصة عينت في كل قرية. وغالبا ما تقام حفلة إندوي مع حفلة الشكر ونشاط حلقة شعر المولود. وما مضمون لهذه الأشعار؟ أولا، المدح بعظمة الله عز وجل والثناء على الرسول. وثانيا، الإخبار بكيف تخلق الإنسان من بطن أمه حتى انقضاء ولادته. وثالثا، سماعه على الأغنية الشعبية الملايوية. وهذا المثال لبعض الأبيات الشعرية لأشعار إندوي. لمعرفتكم، تنقسم أشعار إندوي إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان سيرة حياته في الدعوة. وأما في القسم الثاني يتحدث عن كيفية خلق الله عز وجل الإنسان، وكذلك النصائح النافعة من الوالدين لولدهما. ثم ننتقل إلى أهداف تقديم أشعار الملايوية التقليدية إندوي. وهناك 4 أهداف لهذه الأشعار الملايوية التقليدية إندوي. أولا، التعبير عن الفرح والسرور بحضور طفل جديد في الأسرة. ثانيا، تثقيف المجتمع بتربية أخلاقية جيدة متزامنة مع الشريعة الإسلامية. وثالثا، التحكم في النمو الاجتماعي للأطفال
بشكل فعال ورابعا التعبير عن حب الآباء لأطفالهم. وما هي أهمية الشعر إندوي في الدعوة الإسلامية لدى المجتمع الملايوي؟ وكما هو المعروف، محتواها بأكمله تتكون من عناصر دينية وتعليمية، وهذه الأشعار تتناسب مع مفهوم الدعوة باللسان والدعوة بالحال. ويتضمن مضمون هذه الأشعار جوانب مهمة في حياة الإنسان، وهي الألوهية والنبوة والإنسانية التي تشتمل على العقيدة الإسلامية والشريعة والأخلاق. وفي هذا المضمون هناك التشجيع للمحافظة على علاقتهم بخالقهم وعلاقتهم بجميع الناس، وكذلك علاقتهم بالبيئة التي تدور حولهم، وكذلك التوصية والأمل في أن يقوم الأطفال بمسؤوليتهم تجاه الله عز وجل خالقهم والرسول صلى الله عليه وسلم والوالدين، وكذلك المجتمع المحلي فيما يتعلق بعبادتهم وأخلاقهم. هيا نذهب إلى المبحث الثالث الذي يتحدث عن تأثير الأدب الإسلامي على الأشعار الملايوية التقليدية إندوي. وفي هذا المبحث قد قسمت إلى 3 مطالب. المطلب الأول، تحدثت عن مفهوم الأدب الإسلامي عند الأدباء العربي وكذلك الملايوي، وثانيا عن أغراض الشعر الإسلامي المؤثرة على أشعار تقليدية إندوي، وثالثا تتحدث عن الألفاظ العربية الإسلامية أو الدينية المستخدمة في أشعار إندوي. وهيا ننظر إلى مفهوم الأدب الإسلامي عند الأدباء. أولا، عند الأديب العربي محمد قطب قال أن الأدب الإسلامي منتج الحاصل من تأليف الأديب المسلم الذي جعل القرآن الكريم مرجعا أساسيا في عملية آدابه، وهو فاهم القرآن على شكل عميق حتى أن يولد في قلبه مشاعر عن الحياة والإنسان والكون. وأما عند الأديب الملايوي أفندي حسن، أن الأدب الإسلامي هو التربية الجمالية من خلال التقريب التوحيدي، وكيف يتكون هذا الأدب يستطيع أن يؤثر الآخرين فيها من بناء شخصية إنسانية سليمة التي تضمن التوازن بين الجسد والروح والعقل. وأما الأديب الملايوي سيد عثمان الكلنتاني يعتقد أو يرى بأن الأدب الإسلامي هي المؤلفات التي ألفه المسلمون الذين يؤمنون بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وتعاليمها، وكذلك يؤكد بأن المؤلفات من الأدباء غير المسلمين التي تحتوي على القيم الإسلامية بالأدب لا تسمى أدبا إسلاميا. ومن أغراض الشعر الإسلامي المؤثرة على الأشعار الملايوية التقليدية إندوي، منها غرض المدى بمعته الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام عن فضائله وحسن أخلاقه، وثانيا غرض الوصفي حيث يتصور الشاعر كيف تخلق الإنسان ومرحلته منذ الولادة حتى الموت، وكذلك توصيف الإشكاليات وجهها الناس في حياتهم الحقيقة، وأخيرا غرض الغزل من إبراز صفة الحب والمودة والرحمة من الوالدين إلى أبنائهما من حيث تضحيتهما في صيانتهم ونشأتهم، وكذلك الدعاء والرجاء من الوالدين لكي يكون أطفالهم ممتازين في الأمور الدنيوية والأخروية. وهذه من الألفاظ العربية الإسلامية المستخدمة في أشعار تقليدية إندوي، مثلا كلمة ربيع الأول للشهر، كذلك ولي الله،
الصلاة على النبي ومالك الفطرة، صدقة، أمانة، إيمان، وما إلى ذلك. ومن نتائج البحث والخاتمة، واستفدت كثيرا من هذا البحث، منها مسؤولية الوالدين في تربية الأولاد مهمة في تثقيفهم بدءا من المهد عن الأمور الأساسية المتعلقة بالدين الإسلامي. ثانيا، مضمون هذه الأشعار التقليدية إندوي، هناك تأثير في نشر الدعوات الإسلامية على شكل فعال لدى الأطفال خاصة والمجتمع عامة، وكذلك يجوز أن يمارس العرف أو العادة الذي لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية والأحكام المتعلقة بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. وأخيرا، هذه الأشعار لها تأثير حسن في بناء البيئة الإسلامية لدى المجتمع الملايوي وتقوية العلاقة الاجتماعية بين أعضائه. شكرا على حسن استماعكم وعلى حسن استغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.